والله العظيم إذا بنحق بنار نموت من الجوع. لك لا تخاف، ما منروح ما منروح وتعطوا كبه ما منروح. بيتك تتذكروا؟ هو كيما بتذكروا ما بروح من بالي ابدا ابدا، بس كرامتي اغلى. بدنا نرجع بيتنا بس ما بحكمه، نرجع بيتنا. شو ما نرجع لبيتنا، مين هو حتى ما يمنعنا عن بيتنا؟ اللي مقتول ابوه واخوه وابن عمه، شو ما بده يرجع يا استاذ. انت ما بتعرف سوريا قبل الاسد وقبل ابوه، سوريا ما في احلى منها بكل الدنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي الشاي اللي بده يتجوز بيشرب شاي بيتجوز. بتتجوزوا؟ بتشرب شاي؟ انا متجوز والله، ثلاثه متجوزين. بتجوز ثاني مره؟ انت متجوز ثاني مره؟ لا والله ماني خرج. طيب عم تقول ليش ما بتشرب منها انت؟ غلط. بدك تورطنا ان وانت لا. وين الحجي؟ عم تسمعنا شيء؟ يا وي دايما هي ما بتخليني اتجوز. ما بتخليك؟ هاتي النكاسات هذه يا ام حسن، هاتي. ريت وصحة وهنا. بس عيل احنا هيك بس والله نظيفين. والله العظيم نظيفين. والله سيماهم في وجوههم يا عمي ما شاء الله عنك. والله اللي على الاكل احنا نظيفين. والشاي لسه على احسن. هاي العجوز والله صابوني هون وصابوني جوا. والله من فضل الله. لا بالعكس يا عمي والله بنتشرف. جيبونا نشرب كاسة شاي. بالعكس والله العظيم أنا ما أول شيء ما كنت فهمان السلفي عنك، فكرت إنه عم تقول لي نضيفين نحن. بالعكس أقص أنت رفعت الرأس تبعنا والله. خليك يا رب. وين أنت عمي؟ أنا من التح. من التح؟ صار لكم بالمخيم؟ صار لي ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ عم حسن حطيني على الصدق. إيه والله يا عمي عشت. تفضل يا شباب. حتى بس هذا بس هني. الله يجزي الخير على الله يجزي الخير على ضيافي يا عمي. مثالين يا ابن اخوي، ولو شرفته. نحن بنفتخر هيك بالشباب والله بنفتخر. الله يسعدك يا عمي. والله لما بكون هيك يعني مندفعين مع هالعالم مع الشعب والله مكيف لنا الحقيقه. يعني بنرتاح انه في ناس عم تمشي، في ناس يعني بتشجعنا احنا، يعني ما ضلنا حال. عرفت كيف؟ بتسألك عمي هون، بدي استغل هالفرصه وبتسألك. سبحان الله كنا ماشيين بصدفه وضيفنا عزفنا على كاسه. والله ما بعرف عليش جايين، انا بعرف بمزح انا مع الشباب. الله يبارك فيك. بس لا والله بالعكس كنتك تورطنا بجازي ثاني. عمي كيف العيش؟ قلت لي صار ثلاث سنين هون، كيف العيش بالمخيم؟ عايشين انا ما نحسن من غيري، الحمد لله رب العالمين. انا ما نحسن من غيري، مثل غيري. يعني هي مبدا طلعنا لحنا كمبدأ انه نحن ما بدنا بشار اسد. نحن نبعد لك يا شوي، نحن ما بدنا بشار اسد لا من مبارح ولا من قبلها. يعني من مبارح يوم اللي قمنا بالثورة ولا من قبلها ما بدنا اياه. كذب، انا عاشرته من زمان. كذب حجاك، كذب كله كذب. هو ابو اكذب. عرفت كيف؟ وجينا لهون، جينا لهون انهزمنا من كذب هون ومن من تسلطهم علينا. شو ليش 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 تهجرتوا عمي من ثلاث سنين؟ يعني تهجرنا من كل شيء، من كل النواحي، من القتل ومن البراميل ومن الصواريخ. وهي ما هي براميل، هي صواريخ. نحن نقول عنها براميل، هي صواريخ. طيارات ما تضرب براميل، بس صواريخ. طيب عمي كيف يعني كان عندك بيت كان عندي بيت والله، كان عندي رزق والحمد لله رب العالمين. شو كان عندك؟ احكي لي عن بيتك. والله كان عندي كثير، والله كان عندي. بيتك تتذكروا؟ هو كيما بتذكروا ما بروح من بالي ابدا ابدا، بس كرامتي اغلى. كرامتي اغلى. بس ايش قد ما ضلينا بنرجع باذن الله بدنا. طيب عمي هلا عم عايش بخيمي ولا صيف صيف ولا شتاء شتاء. هلا شو وبكره بالشتوي برد. طيب ليش ما بترجع على بيتك بس تحت ستر؟ في كرامي هون، في مبدا الكرامي والمبدا فوق كل شيء يا ابن اخوي. هذا الحكي يعني ما اما ولو كمان الكرامي والمبدا، يعني مبدا نحن اجينا كرامتنا. عرفت كيف؟ لما خلي واحد يجي يقول انت ولا انت ولا انت ما بعرف شو الحكي هذا. يعني عم نقول يعني بنقول ما عندنا حل ثاني انه خيو واحد بتضل بدنا ما بدنا نترك لا بيوتنا. لا بدنا نرجع باذن الله. كيف هاي عم اقول لك هلا ارجعوا بس تحت ستر الاسد. لا بنرجع بغير غير الاسد. معيب. لا انت ما بتعرف سوريا قبل الاسد وقبل ابوه. سوريا ما في احلى منها بكل الدنيا. كنت وعي كنت فضه. كانت العملة تبعنا فضة. بأي سنة هاي؟ بأي سنة؟ من السبعين وغاد. فضة في سبعين ولتحت يعني ستينات ايه هيك. فضة كانت الدولار بسعر الليرة سوريا. يا رجل كيف أنا عندي فضول فعلا أعرف سوريا اللي كانت قبل بيت الأسد. ما في أحلى منها والله، والله العظيم ما في أحلى منها. التعليم، الخدمات، كله حلو كله من أحلى ما يكون. لا زمان هذه حافظ أسد. لا والله غلط، والله غلط يا ابن أخوي. والله احنا قبل احلى بكتير. والله تمشي من بلدنا مضيعتنا لخان شيخون ما تخاف الا من الديب.
لا من بشر ولا من حد ولا من حرامي ولا من أي إنسان. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه من خالي بيعرف. لا أبو مديان كيف سوريا قبل بشار الأسد وقبل أبوه؟ في أحلى منها؟ احنا عشناها يعني، أنا عمري 70 سنة، ما في أحلى من سوريا، والله ما في أحلى منها، ما بدون مبالغة، والله أنا ما ببالغ يعني، عمري هيك بدي بالغ. هلا عمي إنه قالت هالعالم لا لبشار الأسد، قامت كلبت علينا كل دول العالم اللي إجا يقتلنا مثل الروس والإيرانيين واللي طبع مع النظام هلا بجديد، بقول لك ما عندنا حل تاني، خلص بدنا نرجع على بيوتنا، وحتى لو كان الأسد موجود ما بنرجع، ما دام هالوجوه اللي حوالينا كويسة ما لنا مرجعين ولا بنرجع بإذن الله. تفضل بتفضل العيش بالمخيم على إنك ترجع على بيتك؟ بدنا نرجع بيتنا بس ما بحكمه، نرجع بيتنا شو ما نرجع على بيتنا، مين هو حتى ما يمنعنا عن بيتنا؟ وهلق الله وهمة الشباب يقول يا رب نرجع بيتنا ب 24 ساعة، والله والله أنا أروح قاتل، الكرامة ما في أغلى منها يا ابن أخوي. الله يبارك فيك يا عمي. شو بتقول عمي للأشخاص اللي طبعوا مع المجرم؟ مين اللي طبع؟ ما حد طبع، ما في حد يعني بالمليون ما نعم نحكي داخل سوريا، في دول استقبلت وشارك بالقمة العربية، ما بهمنا هاي، والله ضحكوا عليه وهن ضحكوا عليه، والله ليك هي لعبة بيناتنا، هدول اللي طبعوا بقولوا عم نضحك على بشار وبشار بقول عم نضحك عليهم كله. هذا فعلا أصدق تحليل بشوفه اللي صار بالقمة العربية. والله بقول لك مثل ما بقول لك يا ابن أخوي، أنا عمري 70 سنة يعني، ولهنا الشعب السوري لابد سوريا ما ترجع لنا، وأقرب فرصا الله راد، والله يخليكم يبارك. عندك هذا اليقين عمي؟ بإذن الله. لا لا لو ما عندي اليقين ما بقعدون ولا بيجي، ولهنا تحركنا مع هالشباب اللي طلعت بإذن الله لحتى نرجع مثل ما كانت سوريا قبل حافظ الأسد، هيك تحركنا والله بإذن الله. نعم منك والله يا عمي، ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك، دايمي على الشاي يا عمي، شكرا كثير لك، وما شاء الله عنك وعلى عادي، ما شاء الله خيو، ما شاء الله، الله يطول بعمرك يا رب، الله يطول بعمرك يا عمي. عمي أبو مديان كيفك؟ الله يسلمك، أهلين أهلين. كان عم يقول لك الحجي إنه تعال احكي له عن سوريا قبل بيت الأسد، سوريا قبل السبعينات. أنت كنت إيش قد عمرك عمي؟ يعني 75. إن شاء الله العمر كله يا عمي. الله يخليك. كيف كانت سوريا؟ مثل عم يحكي لنا إنه أنت بتعرف كله. كنا ملوك، والله كنا عايشين من قبل، والله العظيم ما ملكنا واحد وضامنا إلا هدول خربوا بيوتنا ذبحونا ذبح. والله كيف كانت عمي الخدمات، الرؤساء اللي كانوا خدمات، كل شيء طلباتنا موجودين، الله وكيلك، أشي ما اعتزه موجود، رخص لك كيلو سكر والله بفرنجين نشتري، والله بفرنجين نشتري كيلو سكر. وين هلق؟ كنا عايشين ملوك، هلق من على دور هالخرب بيوتنا، داروا يعملوا الواحد بيت تواليت الله عزيز 70 ياخذوا منه 200-300 ليرة يدوا له اياه عدو هذا. طيب عمي انت من التح حضرتك ما؟ نعم. شو صار لك هون بالمخيم؟ صار لي 4 سنين. 4 سنين؟ ايه. كيف العيش بالخيمه بالمخيم بشكلها؟ والله موت، ليك هلا طلعني هذا جرني ما بطش، انا جرني هذا رفيقي من ضيعتنا جابني لهون، خيمي نار بالصيف نار بالشتاء برد، ضايقين لهاني، الله وكيلك، لا شيء ولا شيء يعني، حتى شيء ما بيجينا. كان عندك بيت بالتاح عمي؟ لك عند بيوت، وكان عندي دكان عايش ملك، بس صخرة بيوتنا الله لا يوفقه. ليش جيتوا هون على المخيم؟ جينا ليش؟ جينا طيبنا، اذا الطيران ذبحنا ذبح، اخواتي 2 استشهدوا. استشهدوا اخواتك؟ 7 اولاد عمي واولاد اخوي استشهدوا، الله وكيلك. الله يرحمهم يا رب. الله يسلمك عمي. اذا قالوا لك انه ارجع على بيتك بس تحت بضل بشار الأسد رئيس تحت سيطرة الأسد، ما برجع. عم تقول لي إنه قديش العيشة صعبة بالمخيم ولو كان شايف إذا موت ومنا نرجع لعنده، والله إذا بموت هون وقولوا روح لعنده ما بروح، دخيلك. طيب قولوا يا عمي صلح سيد الأحكام وخلص، ظلم بده يصير منيح مع الخلق. أقول لك ما منروح عدامه على وجود، إذا ولي منروح. يا من الحلال واحد قتلك وحجرك وضامك يعني معقولة ترجع لعنده وهو عنده وقت يعني قتل اخواتي اولاد عمي اولاد اخوي برجع لعنده؟ لا والله، والله اذا بيكونوا نبي من الانبياء ما برجع لعنده. بقول لك يعني الله لا يوفقه، الله يبعثه ضربي من عند الله. تتذكر بيتك بالضيعة عمي؟ وش تذكروا. طيب بقولوا انه خيو ما عاد عندنا حل، تكلبت علينا كل هالدنيا، خلى هالعالم ترجع لعنده، انه بيرجعوا على بيوتهم بس تحت سيطرته. يا اخي ما حد بيرجع الا مقتول ابوه واخوه وابن عمه، شو بده يرجع يا استاذ؟ ما بنرجع، والله ما بنرجع، والله العظيم اذا بنحرق بنار ونموت من الجوع. لك لا تخاف، ما بنروح، ما بنروح، وتعتوك ما بنروح، والله اذا بنموت هون ما بنروح، نار بتشعلنا، بنموت هون ما بنروح لعند حكم
نرجع عليه أعوذ بالله. ولك هالبير الزود دحق علي. كان طيارة وقت اللي طلعنا نهار طلعنا 11 طيارة بالليل فوق المنا فوق التح 11 طيارة وطلعنا من الطيران طلعنا ولو كون ما في طيران ما حقه نصف رقم ما بنطلع والله ما بنطلع كنا أخذين 80% إحنا بس يا أخي طيران ونحن مثل ما قلت تكلمت علينا كل الدول يا شباب أسألكم بالله اللي عنده هيك كبارية وهيك شيبات ممكن يأكل همشي أنا فعلا على الصعيد الشخصي عطوني طاقة يعني بتحركني 100 سنة لقدام ما شاء الله عنكم يا عمي والله كباريتنا والنعم من هالشيبي وما دق دخير ربكم ما شاء الله عنكم ما خيو لبكوني ما تطلع معي حكي ما شاء الله عنكم